أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا رب العالمين دلنا على من يدلنا عليك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم حببنا إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الكرام، وحببنا إلى أولياء الله الصالحين أحياء وأمواتا، وعرفنا بهم وعرفهم بنا يا رب العالمين، واجعلنا على قدمهم وحققنا بحقائقهم، واسلك بنا مسالكهم، وأمتنا على حبهم واتباعهم يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك أرحم الراحمين، نحن وذريتنا وأحبابنا وتلمذتنا والمسلمين أجمعين، بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. يا رب نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما صلى وسلم عليه كل من عرفه من الأولياء والصالحين والأنبياء يا رب العالمين، منذ أن عرفوه إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعته علما يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وارض عن أمهاتنا أمهات المؤمنين، وعن تابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين في فقه السادة الشافعية. وما زلنا في تفاصيل الرهن وأحكامه. كنا قرأنا قوله: فصل في أحكام الرهن، وهو لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول، وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف. وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. واحترز المصنف بالديون عن الأعيان، فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم، وعن الثمن مدة الخيار، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه أي المرتهن أو يقبضه المرتهن. فإن قبض العين المرهون ممن يصح إقباده لزم الرهن، وامتنع على الراهن الرجوع فيه، والرهن وضعه على الأمانة، يعني يد الراهن على الرهن، يد المرتهن على الرهن يد أمانة وليست يد ضمان، أصله كده، وضعه على الأمانة، وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي فيه، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه، فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة، ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة، وإذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضى جميعه أي الحق الذي على الراهن. ده نهاية الفصل. كنا احنا وقفنا على قوله: واحترز المصنف بالديون عن الأعيان. الرهن يكون عن دين، الرهن يكون عن دين لا عن عين. عين يعني شيء معين معروف ثابت شايفه، إنما الدين شيء في الذمة، يعني شيء حكمي وليس شيء عيني أمامي. يبقى الدين ده شيء في الذمة، إنما العين يعني شيء متعين يعني تراه العين. واضح؟ أدي معنى لا يكون الرهن في الأعيان، لأن الديون قيد لا بد منه في باب الرهن. الدين قيد، يعني أي شيء يؤخذ وثيقة في دين يسمى رهن، لكن لو أخذ وثيقة دمن في عين، كأن استعرت أنت مني مثلا السيارة فأخذت أنا مقابلها مثلا حجة البيت اللي أنت تملكه،
حتى تردها لي. فهل حجة البيت دي تسمى رهن؟ ما تسماش رهن، لأن السيارة عين مش دين. يبقى الوثيقة اللي أنا خدتها منك دي تسمى وثيقة لأضمن أن ترد إلي ما أخذته مني، ولكن لا تسمى رهن. فهمتني إزاي؟ الرهن يكون مقابل دين، وعشان كده لا تكون في الأعيان، لأن الديون قيد لابد منه، لابد منه يعني في باب الرهن. وقوله فلا يصح الرهن عليها أي على الأعيان، ويؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع. الظاهر كان في عصره يعني في مسألة بيقع فيها الناس، فبيحذر منها سيدنا الشيخ البيجوري، وهي أن الواقف يقف كتبا ويشترط ألا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن. يعني في ناس الوقت بعض العلماء بيترك مثلا مكتبات يوصي أنها تبقى واقفة على طلاب العلم، دي بتحصل الحكاية دي، وكانت من أيام الشيخ البيجوري، لأن قبل المطابع كان كتب العلم كلها مخطوطات، ما كانتش تبقى متيسرة زي الوقت. فلو واحد رهن أو وقف مكتبته على طلاب العلم وشرط واخد ألا يأخذ منها أحد كتاب إلا برهن، وإحنا عارفين الكتاب ده عين مش دين، لما هياخده مش دين ده عين، لازم يرده هو نفسه، مش كده برضه؟ طيب يبقى هنا كلمة رهن دي اللي حطها دي حطها في غير موضعها، لأن أنا بيتكلم على أعيان وقال خد منه رهن، والرهن لا يؤخذ إلا من دين. فهمت بقى كلام الشيخ؟ بيقول لك دي مسألة كثيرة الوقوع، هنحلها ازاي؟ يشترط مين؟ يشترط الواقف، لأن شرط الواقف حكم الشارع، يعني الواقف اللي يقوله كأنه حكم الشرع تنفذه، واضح؟ ويشترط ألا يخرج منها، أو يشترط يعني هو الواقف ألا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن. فإن أراد الرهن الشرعي فالشرط باطل. عرفت بقى أن الشرط يبقى باطل لو أراد الرهن الشرعي؟ يبقى باطل ليه؟ لأن الرهن لا يجوز إلا في الديون لا في الأعيان، والكتاب عين، واضح؟ طيب وإن أراد اللغوي إن هو الرهن هنا بمعنى الوثيقة لأستوثق أنه يردها، ولا أقصد الرهن الشرعي، صح؟ واضح؟ وإن أراد اللغوي وهو مطلق التوثق بشيء عليه يساوي قيمته، لو أريد بيعه ليكون ذلك حاملا على رده فالشرط صحيح، لأنه من باب الاستساق والضمان وليس من باب الرهن، واضح؟ أو من باب الضغط على من أخذه واستعاره أن يرده. وكذا لو أطلق أو جهل مراده، يعني لو أطلق ما قالش رهن لغوي، الرهن وسكت، هيحمل على الرهن؟ لو قال رهن شرعي يبقى باطل، لو قال رهن وأطلق يحمل على الاستثاق، لو قال رهن لغوي يحمل على الاستثاق، واضح؟ أو جهل مراده، أو هو قالها ومش مش مش عارفين هو كان يقصد إيه. كل الحاجات دي نحملها على الرهن اللغوي. ليه بقى؟ صونا لكلام الواقف عن عن الإلغاء. لازم أحمل محمل كلامه على طريقة يمكن تنفيذها. لو قال لا تخرج كتاب من هذا المكان إلا برهن، وأنا لو حملته على المعنى اللغوي صح الشرط، ولو حملته على المعنى الشرعي بطل الشرط، فأنا أحمله على اللغوي صونا من كلامه، من إلغاء كلامه. فهمتني بقى إزاي؟ عشان أخلي كلامه لي محمل صحيح، صونا لكلامه عن الإلغاء وعلى إلغاء الشرط. لا، ولو قلنا أن الشرط يلغى وقصد به الرهن الشرعي، نقول يلغى الشرط والوقف صحيح، يلغى الشرط والوقف صحيح. مش هنقول بقى يكر على الوقف بالبطلان يبقى الوقف باطل، لا، يلغى الشرط لكن الوقف صحيح، واضح؟
لا يجوز إخراجه برهن ولا بغيره، يبقى الغنى الشرط، يبقى في الحالة دي لا نخرجه من مكانه، كأنه لما قال لا يخرج هذا الكتاب من مكاني إلا برهن شرعي، كأنه بيقول ما تخرجوهوش أبدا، لأن الرهن لا يجوز إلا في دين، فكأنه بيقول إيه كلامه، ما تخرجوش من مكانه أبدا. نفهم كلامه كده، يبقى نلغي الشرط على مفهوم إنه الرهن يكون استثاق على عين لأنه لا يسمى رهن، ونجعل كلامه إنه هو كأنه بيمنع إخراجه من المكان، منع ثبوت الرهن في غير الدين، فكأنه بيقول كما أن الرهن لا يجوز إلا في دين، فأنا لا أجيز إيه إخراجه من المكان ولو برهن. فهمتني بقى إزاي؟ كأنه بيقول لك ما تخرجوش. يبقى لما نلغي الشرط نلغي كمان إخراجه، واضح؟ فكأنه قال لا يخرج مطلقا فينتفع به في المحل الذي حبسها فيه، فإن تعذر الانتفاع به فيه جاز إخراجه لمن يرده إلى محله بعد قضاء حاجته. طيب افرض ان المكان اللي حط فيه الكتب دي اصبح قايل للسقوط، هيعملوا طريق وهيزال، الدنيا بتتطور، واخد بالك، نشعت فيه المجاري ولا الصرف الصحي واصبح غير صالح ان يتحط فيه كتب، هتفسد، يبقى لابد من نقله الى مكان، يبقى خلاص للضرورة بقى، يبقى في الحالة دي يجوز نقله لضرورة، واضح؟ فإن تعذر الانتفاع به فيه جاز إخراجه لمن يرده إلى محله بعد قضاء حاجته. فالتفصيل إنما هو في الشرط، وأما الوقف فهو صحيح مطلقا على المعتمد خلافا لقول المحشي، لأن البرماوي قال يبقى الوقف باطل، المحشي البرماوي قال لو شرط ألا يخرج من المكان كتاب إلا برهن والرهن لا يجوز على العين فيبقى الشرط باطل، يبقى الوقف باطل، ده البرماوي قال كده، قال لا احنا نبطل الشرط ونصحح الوقف، ده المعتمد في الفتوى، واضح؟ خلافا لقول المحشي، فإن أراد الشرعي بطل الوقف فإنه ضعيف، يعني إبطال الوقف على إن الرهن هنا يكون شرعي ونبطل الوقف كمان على الشرط الباطل ده، ده قول ضعيف في المذهب، واضح؟ لكن المذهب إن الوقف صحيح والشرط باطل، واضح؟ زي ما نيجي مثلا في الزواج، واحد مثلا تزوج امرأة وشرطوا عليه مثلا ألا يتزوج عليه، على مذهبنا، لأن الحنابلة ليهم رأي تاني في المسألة دي، على مذهب الشافعية شرطوا عليه ألا يتزوج عليه، فشرطوا عليه ذلك، فالزواج صحيح والشرط باطل وله أن يتزوج عليه، الزواج صحيح والشرط باطل وله أن يتزوج عليه. الإمام أحمد بن حنبل قال لا، إذا شرط على نفسه يوفي، يوفي إذا شرط على نفسه، طالما شرط على نفسه يبقى يوفي، مذهب الحنابلة اللي هم خدوا بيه في القانون بتاعنا الحالي، واخد بالك إزاي؟ يعني القانون الوضعي الحالي أخدوا مذهب الحنابلة في الجزئية دي، لازم يستأذنها ولو شرط على نفسه لا يجوز له أن يتزوج، الحاجات دي كلها عشان يريدوا أن يقيدوا تعدد الزوجات، فلما قيدوا تعدد الزوجات زاد عدد العوانس وزادت العنوسة، لأن ربنا له حكمة، أصل اللي يقف أمام شيء شرعه الله سبحانه وتعالى بسبب بعض النماذج اللي أساءت استخدامه نقوم نلغيه خالص، يفرض في بعض الرجال أساءوا استخدام هذا الشيء المباح، يبقى علشان هم أساءوا استخدامه ألغيه خالص؟ ما ينفعش، أعلم الناس إزاي يستخدم هذا المباح بطريقة صحيحة، والنماذج اللي كانت ظلمت النساء في التعدد دول نماذج شاذة في الفقه الإسلامي في الواقع، لا يمثلوا عدد كبير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما عمموا وخدوا النماذج السيئة دي وجعلوها مسوغ إن يلغوا ما أباحه الله زي في تونس وغيره ويقيدوه زي ما عملوه في مصر، ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى إن أصبح نساء كثيرات لا تجدن من يتزوجهن، خصوصا بتبقى الزوجة بقت أرملة في سن صغير أو مطلقة في سن صغير، ما تلاقيش حد يتجوزها، خلاص ضاعت عليها فرصتها في الغالب،
ليه؟ لان اللي ما اتجوزتش اصلا والارمله مش لاقيه تتجوز، يبقى هتلاقي الارمله. فهمتني ازاي؟ فتملي ربنا سبحانه وتعالى لما اباح التعدد، لان في ستات بيترملوا في سن صغير، وقد يقبل الزوج الرجل ان يتزوجها امراه ثانيه، زوجه ثانيه، وما يقبلش تبقى زوجه اولى. فهمت؟ او تكون مطلقه، سبق لها الزواج وهي لسه في سن صغير، قد لا يقبلها تبقى الزوجه الاولى، لكن ممكن يقبلها تبقى الزوجه نمره اثنين او ثلاثه، ما يجراش حاجه. يبقى في نوع من التكافل، في عدد كبير من النساء هيكفلهن رجال ويبقوا مسؤولين عنها. تيجي انت تمنع هذه الرحمه عن النساء اللي هم ظانين ان هي اصلا عقاب عليهم، بل بالعكس ده رحمه، لان الزواج الاكثر من واحده تكليف على الرجل اصلا وليس تشريف له، تكليف، لانه بيكلفه على النفقه وبيكلفه بالعدل وبيكلفه بالقسط، ويبعث يوم القيامه شق ماء لو لم يعدل، وموال كبير، يعني زادت عليه التكاليف الشرعيه. يبقى ده تكليف مش تشريف، فهم افتكروه ان هي مزيه في الرجل. طب وليه الست متجوزه اكتر من واحد؟ لان ما تنفعش، هتختلط الانساب، لكن الراجل ممكن، وهكذا. يعني لازم الواحد يكون ايه عنده ساعات. يبقى احنا عندنا الشرط لو بطل لا يكر على العقد بالبطلان، يلغى الشرط ويصح العقد، يلغى الشرط ويصح العقد. واضح؟ زي في الرهن هنا، لو شرط الواقف ألا يخرج شيء من الوقف من محله إلا برهن، وقصد الرهن الشرعي، وقلنا أن الرهن لا يجوز إلا على دين، وأن هذه هي عين، فلا يصح الرهن شرعي، نقول بطل الشرط وصح العقد، عقد الوقف يصح. واضح؟ ده المعتمد يعني. قوله كعين مغصوبة فلا يصح الرهن عليها، كعين مغصوبة ومستعارة ونحوها من الأعيان المضمونة. بيدي لك مثال إن ما يجوز الرهن على عين، يعني شيء متعين. بيديك أمثلة، أمثلة كعين مغصوبة، كأن غصب عينا من زيد ورهنه عليها شيئا حتى يردها إليه فلا يصح، لأنه يجب ردها بعينه. يعني لو كانت العين مغصوبة، غصب عينا من زيد، يعني أنا خدت من زيد شقة حطيت إيدي عليه، كويس، وبعدين زيد رفع قضية عليا وأثبت إنها شقته، جه حكم إن أنا لازم أسيب له الشقة، أقوم أقول له طب ممكن أرهن عندك حتة الأرض بتاعتي دي، لأن أنا مرتب وعامل فيها توضيب وديكورات وحاطط حاجتي وعنواني عليها، وانا ليا مصالح والناس عرفوا مكاني، وانا مش هقدر اسيبها، وفي نفس الوقت ما عنديش سيوله اشتريها منك، فانا ارهن مقابلها 5 فدادين ارض عندي في البلد الفلاني، توافق؟ فهمتني ازاي؟ واعترف له انها شقته كل حاجه، بس مش قادر يسيبها، فصارت اسمها عين مغصوبه في يده. هل ممكن يرهن مقابلها الارض دي لحين ما يبقى يردها لي او يديله ثمنها؟ فهمت ازاي؟ قال لك ما ينفعش، لان دي عين، ولا يجوز الرهن على عين، لا يجوز الرهن على عين، يجوز الرهن في دين لكن ليست على عين، لان المغصوب يجب رده في الحال، المغصوب يجب رده في الحال، ما فيش اعذار فيها. انت غصبتها ليه من الاول وانت عارف انها مش بتاعتك، وبعدين جاي في الاخر تعمل اعذار؟ فهمت؟ لان انت غلطان من الاول، فما تجيش بعد كده ان الغلط تركبت عليه اشياء معقده، تقوم تخلي الاشياء المعقده اللي تركبت على الباطل ده سبب تضغط فيه على صاحب الحق فما تدلوش حقه، ما ينفعش. واضح؟ لان الحق لا يسقط ايه؟ بالتقادم في الشرع كده. يعني في الحكومه عندنا ساعات يقول لك ايه الحكم الوضعي، يعني عشان رفع النزاع مش عشان الاخره. يقول لك ان لو وضع يده على حته ارض اكثر من 90 سنه صارت ملكا له. مثلا، لكن لو الارض دي قعدت في ايدي 90 سنه لكن ليها اصحاب موجودين، تفضل في ذمتي ليهم ليوم القيامه، لكن كونها تسقط بالتقادم دي، ده قانون وضعي لحل النزاع مؤقتا لحد ما تقوم القيامه والناس تاخد حقها ومستحقها، مش بيحللها لي في الاخره، ده يحللها لي في الدنيا بس، ليه؟ علشان نرفع النزاع بقى ونخلص. ده بقت اجيال ماتت واجيال ورثت واجيال ماتت واجيال ورثت، فبقى الحكايه معقده. وعشان يقل التقاضي يقول لك كفايه بقى،
يبقى لا يجوز التقاضي إلا في عدد سنوات معينة، بعد السنوات دي لا يجوز التقاضي، عشان يقلل التقاضي عند الناس، مش عشان يبيعها ليك في الآخرة. لأن أي واحد ياخد أرض مغصوبة يطوق بها من 7 أراضين يوم القيامة. واضح؟ مفيش حاجة اسمها تقاضي. يبقى علشان كده احنا قلنا إن العين المغصوبة لا يجوز أن يكون في مقابلها رهن. واضح؟ ليه؟ لأنه يجب ردها في الحال، ولأنها عين، لأنها عين، والرهن لا يجوز إلا في دين، ولأن المغصوب يجب رده في الحال. واضح؟ كعين مغصوبة، كأن غصب عينا من زيد ورهنه عليها شيئا حتى يردها إليه، فلا يصح، لأنه يجب ردها بعينها وتزود في الحال. وقوله ومستعارة نفس الحكاية، أنا استعرت منك حاجة علشان أردها لك بعد شهر، وبعدين بقيت أماطل، بقيت معايا 6 شهور وسنة واتنين وتطالبني بيهم، وفي الآخر لما أنا زهقت منك أقول لك إيه رأيك ما تاخد الموبايل بتاعي ده رهن عندك مؤقت لحد ما يبقى. ما ينفعش، لأن دي صارت بالمماطلة كأنها زي المغصوبة بالظبط. فهمتني إزاي؟ يبقى برضه ما ينفعش عليه، ولأنها عين. ومستعارة، كأن يستعير من زيد كتابا ويرهن عليه شيئا كما يقع، فلا يصح لما ذكر. واضح؟ وقول ونحوهما، كالمستامي كان يأخذ شيئا ليتأمل فيه هل يعجبه فيشتريه أو لا فيرده، ويرهن عليه شيئا فلا يصح. المستام ده اللي هو يعني إيه؟ قبل عقد البيع بيتم حاجة اسمها مساومة بين البائع والمشتري، يتفقوا على الثمن ويتفقوا على نوعية البضاعة. فترة المساومة دي أنا بمسك المبيع، بتفرج عليه كمشتري، وقد يكون احتياجي إن أنا أنظر إليه يقعد عندي عدة أيام، يبقى دي اسمها فترة السوم. فأترك له مثلا شيء يضمنه عنده لحد ما تتم فترة السوم. خدت بالك إزاي؟ ما ينفعش يبقى ده اللي اتركه عنده ده اسمه رهن شرعي، ما ينفعش. لكن ممكن يبقى اسمه ضمان، سميه انت ضمان، سميه وثيقة مقابل ايه الشيء اللي في ايده ده لحد ما يبقى يرده لي، لانه يمكن ما يعجبوش. واضح؟ يبقى ده ما ينفعش الرهن على المستام عليه في فترة السوم. ليه؟ لانه عين ايضا. فهمت بقى ازاي؟ يعني احنا ساعات الوقت يقول لك ايه، في مزاد، مزاد على حاجة معينة، وعشان تدخل المزاد بتدفع مبلغ رسوم عشان تدخل المزاد. المبلغ اللي بتدفعه ده رسوم للجدية، لإثبات جديتك في إنك أنت فعلا ناوي تشتري، مش جاي تتلاعب وترفع السعر وأنت مش ناوي تشتري. لأن لو ما عملوش كده كل من هب ودب ومش ناوي يشتري معدي يقول عليا بألف، وهو مش هيدفع عشان إيه؟ يغلي السعر، يسموه نجش. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التناجش وقال لا تناجش، اللي هو يرفع السعر وهو لا يريد شراء السلعة. واخد بالك ازاي؟ فعلشان يضمنوا يمنعوا النجش ده عملوا ايه؟ قال لك ان اي مزاد زي المزادات دي لازم تدفع مبلغ ايه؟ رسوم دخول المزاد، بحيث ان لما ما يرساش عليك المزاد تبقى تسترده، ولو رسى عليك المزاد يبقى يتخصم من الثمن وتدفع الباقي. فهمتني ازاي؟ أهو المبلغ اللي بيدفع ده ما ينفعش يبقى رهن، ده ما اسموش رهن في الشرع، اسمه وثيقة ضمان جدية، تسميه أي ما تسميه، لكن ما اسموش رهن. واخد بالك ازاي؟ ما اسموش رهن. ليه؟ لأن أنت داخل على شيء متعين. واضح؟ ونحوهما، كالمستامي كأن يأخذ شيئا ليتأمل فيه هل يعجبه فيشتريه أو لا فيرده، ويرهن عليه شيئا فلا يصح. قوله من الأعيان المضمونة، يعني كل عين مضمونة لا يصح أن يرهن في مقابلها شيء، لو حذفه لكان أخسر وأولى، لأنه لا فرق بين المضمونة وغيرها كالوديعة ومال القراض. الوديعة دي يد أمان. فهمتني إزاي؟ يبقى في أعيان مضمونة زي الإيه؟ المستعارة وزي المغصوبة، دي عين عيون مضمونة، يعني لو هلكت في ايدك سواء قصرت او لم تقصر تدفع ثمنها او تديله بدلها. واضح؟ دي اسمها الضمان.
انما اللي ما تبقى ايدك يد امانة، يد الامانة لو هلكت في ايدك وانت مش مقصر خلاص نصيبه كده، نصيبه كده مفيش ضمان فيه، لكن الضمان مع التقصير بس. يبقى ده الفرق بين ايه، يد الضمان ويد الامان. وغيرها كالوديعة ومال القراض فلا يصح الرهن عليها ايضا، اللهم الا ان يقال انها تعلم بالطريق الاولى الاولى. يعني عايز يقول لك يعني لو كانت المضمونة لا يصح انك ترهن فيها، يبقى الغير مضمونة من باب اول. واضح؟ واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها. مش قال لك كلمة ان الدين يبقى مستقر، قال لك ليه مستقر؟ لان الدين قبل استقراره، ما استقراره في الذمة ما ينفعش ترهن على شيء على دين لسه ما استقرش في الذمة، لازم يكون الدين استقر في الذمة، يعني تم العقد بالفعل. واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها. قد عرفت أن الشارح بنى كلامه على أن المراد بالمستقر المأمون من سقوطه، بحيث لا يعرض له السقوط، فلذلك جعل دين السلم وثمن المبيع في زمن الخيار غير مستقرين، لأنهما لا يؤمن من سقوطهما. دين السلم ده، السلم ده إيه؟ أنت بتدفع ثمن الحاجة وتستلمها بعد مدة، فأصبح المسلم فيه اللي أنت هتستلمه بعد مدة ده كأنه دين في ذمة المسلم إليه، مش كده برضو؟ طيب هل يجوز إن أنا آخد منه رهن لحد ما يجيب لي البضاعة عليه؟ ما هو دينه، مش كده برضو؟ يعني أنا اديتك 100,000 جنيه عشان تجيب لي مثلا بضاعة موصوفة في الذمة قيمتها 100,000 جنيه، هتجيبها لي بعد شهرين. هو ما اقول لك بقول لك ايه، تديني مفتاح عربيتك حطها في الجراج عندي، عربيتك ب100,000 لحد ما تجيب لي، يعني ارهنها عندي، او اعمل حظر بيع، حظر بيع على سيارتك لحد ما يبقى عشان اضمن الفلوس اللي خدها مقدما لحد ما يجيب لي البضاعة. هل ده ينفع شرعا؟ ما هو السلم، افرض ان المسلم فيه ده بعد شهرين معرفش يجيبه، هيعمل ايه؟ يبقى الدين غير مستقر، هيلغي السلم خلاص، هيقول لي انا عجزت، يديني الفلوس اللي اديتها له خلاص. لكن الدين غير مستقر لانه ممكن يعجز عن عن عن, عن انه يجيب الحاجة، بخلاف ان الحاجة انا خدتها والدين استقر في ذمته، بحيث ان مش مرتبط بحاجة في الغيب هيجيبها ولا ما يجيبهاش. واضح؟ يبقى دين السلم ده دين غير مستقر في الذمة، لأنه ممكن يلغيه في أي وقت لعجز عن إيه، عن تحصيله. إحنا اتفقنا مثلا هيجيب لي ال100,000 جنيه دي في صورة مثلا فاكهة معينة بتتحصد، برتقان صيفي مثلا، إحنا داخلين كده البرتقان الصيفي الأيام دي بتبان نورته ويتحصد على الصيف. فأقول له أنا إيه، هديك 100,000 جنيه تجيب لي كذا طن برتقان صيفي في شهر يوليو الجاي، يقول لي اتفقنا، ياخد الراجل 100,000. انا بتفق معاه الوقت ليه؟ ايه فائدتها؟ لان انا لو اشتريتهم منه في يوليو هيبقوا اللي هجيبهم ب100,000 هجيبهم ب150,000 ساعه الموسم غالي، لكن لما اتفق عليهم الوقت انا اكسب، هشتريهم رخاص شويه وببيعهم. فهمت ازاي؟ طيب اتفقنا على كده الحمد لله، وخد ال 150 ال 100,000، واتفقنا برتقان صيفي بالمواصفات الفلانية والعلانية والكلام ده كله. جاء مرض أصاب الشجر بعد فترة، فما طلعش كمية البرتقان تكفي، يبقى عجز عن تسديد الكمية، الحاجة دي خارجة عن إرادته، وبالتالي يبقى دين السلم غير مستقر، لأن قد يعجز الإنسان عن إنه يسلم المتفق عليه في موعده للعجز عن تسليمه خروجا عن ارادته وغير تقصير منه. واضح؟ اتفقت ان انا استورد لك بضاعة من اوروبا وهجيبها لك بعد شهرين، قامت حرب، وقفوا المواصلات ولغوا الطيارات ولغوا البواخر، هعمل ايه؟ عجز، هو انا اللي قومت الحرب؟ دي حاجة رغبة عن، يعني غصب عن. فهمت بقى ازاي؟ يبقى دين السلم غير مستقر في الذمة، لانه قد يعرض له ما يعجزه عن انه يدفعه في موعده، ويبقى في الحالة دي عليه
سداد ما أخذه منه خلاص اتحلت الأزمة. يبقى إيه؟ دين السلم غير مستقر، وإحنا عايزين في الرهن يبقى الدين مستقر، يبقى ما ينفعش الرهن على دين السلم. فهمت بقى القصة؟ طيب، لأنه قد يعرض له السقوط، يسقط من ذمته بأنه يلغي العقد في أي وقت، يعرف أنه هيعجز يتصل بيك ويقول لك أنا هبعت لك شيك بالفلوس اللي اديتها، مش كده؟ برضه يعرض له السقوط في أي لحظة. فلذلك جعل دين السلم وثمن المبيع في زمن الخيار غير مستقرين. احنا عندنا زمن الخيار في البيع قد يستقر، يقعد 3 ايام 4 ايام لما استعمل الحاجة واعرف. طيب، ينفع ان انا ارهن على ثمن المبيع ده قبل ان يستقر في زمن الخيار؟ ما هو لسه ما استقرش في ذمتي حاجة، مش كده برضو؟ ده ثمن المبيع ده انا في اي وقت ممكن الغي العقد كله، الغي البيعة كلها، اقول له افتح الله تعالى خد اللي ما عجبتنيش، مش كده برضو؟ لكن ما ينفعش في زمن الخيار لعدم استقراره في الذمة، مش كده برضو؟ نفس الحكاية. غير مستقرين لأنهما لا يؤمن من سقوطهما، بل يعرض لهما السقوط كما إذا لم يوجد المسلم فيه عند المحل، فله فسخ السلم حينئذ فيسقط دينه، وكأن يفسخ البيع في مدة الخيار فيسقط الثمن فلا يصح الرهن عليهما. وظاهره ولو كان الخيار للمشتري في صورة الثمن، وهذا ضعيف، والمعتمد صحة الرهن على دين السلم بمعنى المسلم فيه بخلاف رأس مال السلم فلا يصح الرهن عليه. رأس مال السلم اللي أنا بدفعه ده ما ينفعش إيه أرهن عليه، لأنه ده بيدفع حال، ده مش دين. ده رأس مال السلم من شروطه أيام ما كنا بنقرأ في السلم لازم يدفع في الحال، يبقى الكلام في المسلم فيه لأنه ده اللي دين يشتبه، واضح؟ لكن لأنه دين قد يشتبه عندك فتقول أرهن والرهن يكون في الدين، يقول لك لا، لازم يكون دين مستقر والسلم دين غير مستقر. فهمت؟ فلا يصح الرهن عليه لاشتراط قبضه في المجلس، اللي هو المسلم ايه اللي هو مال رأس مال السلم يشترط قبضه في الايه في المجلس. والمعتمد ايضا صحة الرهن على ثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري، فانه ملك ملك المبيع، فملك البائع عليه الثمن فصح الرهن عليه. لو كان زمن الخيار ده للمشتري والبائع ما عندوش خيار، يبقى الثمن استقر في ذمتي، واخد بالك ازاي؟ الثمن استقر في ذمتي كمشتري، وطالما استقر في ذمتي الثمن وانا استلمت، يبقى انا في الحالة دي ممكن ارهن على هذا الثمن. فانه ملك المبيع فملك البائع عليه الثمن فصح الرهن عليه، بخلاف ما اذا كان الخيار لهما أو للبائع فلا يصح الرهن عليه لعدم الملك كما مر. لما يبقى الخيار للبائع وأنا خدت منه المبيع والخيار في إيده هو، يبقى في زمن الخيار ما أقدرش أتصرف فيه لأنه لسه مش ملكي، ممكن يتصل بيه في أي لحظة يقول لي هات لي البضاعة أنا غيرت رأيي، لأن الخيار في إيده هو. فهمت؟ لكن لما يبقى الخيار في إيدي أنا استقر عندي وأنا تملكته، فممكن أنا إيه؟ طب لو الخيار فينا الاثنين يبقى ما ينفعش برضه، لأنه مش مستقر على الطرفين، واضح؟ قول وللراهن الرجوع فيه. يعني هل متى يلزم عقد الرهن؟ ده سؤال. متى يلزم عقد الرهن؟ يلزم عقد الرهن بقبض الرهن. لكن قبل ما أقبضك الرهن ممكن أغير رأيي. طالما ما حصلش قبض يبقى يلزم بالقبض. بأن أنا أقبضك كراهن الرهن ويصير المرتهن يعني إيه في حيازته. لو تم القبض استقر ولزم، قبل القبض غير مستقر، في أي لحظة نغير، واضح؟ وللراهن الرجوع فيه أي في الرهن، والمراد بالرجوع فيه فسخه، أو في المرهون والمراد بالرجوع فيه أخذه بعد فسخ العقد، وعلى هذا درج الخطيب والمحشي وهو الأوفق بالضمير الثاني. يعني وللراهن الرجوع فيه في عقد الرهن ولا في المرهون؟ الاثنين صح. فيه هنا الضمير ده هاء دي، فيه يعود على ايه؟ يعود على الرهن نفسه ولا على المرهون؟ مش كده برضو؟ على المرهون، على المرهون يعود على الرهن على العقد برضو، سيان المعنى واحد.
يعني يبقى لو عاد على العقد يبقى ايه؟ يبقى فسخه، ولو عاد على الرهن يبقى لا يقبضه، وخلاص سهله. وعلى هذا درج المخاطب والمحشي وهو الاوفق بالضمير الثاني، فانه راجع للمرهون ويحصل الرجوع فيه بالقول. الرجوع يبقى يتم ازاي؟ بالقول، كرجعت فيه وفسخته وابطلته. يقول له غيرت رايي خلاص وخلاص، او رجعت فيه. وبتصرف ينافي الرهن، كرهن وهبه، وهبه وكتبه وهبه، يعني احنا اتفقنا ان انا هرهن لك كذا ولسه ما اقبضتكش، فبصيت لقيت ايه؟ واحد قريبي بيتجوز وجاي لي مزنوق وعايز يدفع المهر ويدور على شقه وبتاع، قلت له بقول لك ايه؟ الحكايه دي انا كنت هرهنها دلوقتي، اعتبرها ليك وهبه يا عم، خدها هديه يا عم اتجوز بيها. يبقى انا اتصرفت قبل ما يقبضه، يبقى دل على طول ان انا فسخته. يعني تصرفي ده يدل على ان انا فسخته خلاص. فهمت ازاي؟ ولو غير مقبوضين كرهن وهبه، ولو غير مقبوضين على المعتمد، وبرضه الهبه نفس الحكايه، له ان يرجع فيها طالما لم يتم القبض. له ان يرجع في الهبه طالما لسه لم يتم القبض، لان الهبه لا تنعقد الا بالقبض. ايجاب وقبول وقبض. اذا عقد الهبه كده ايجاب وقبول وقبض، ما تمش القبض لسه. واضح؟ وتقييد الشيخين بالمقبوضين لمجرد التصوير لا للاحتراز وبكتابة ولو فاسدة، وتدبير وإحبال وإعتاق، كل دي تصرفات تدل على أنه غير رأيه، مش ناوي يرهن المرهون ده. كتابة، أنا كنت هرهن العبد، وبعد ما اتفقنا أن نرهن العبد قبل ما أقبضه العبد يبقى تحت سلطته، أعمل عقد كتابة مع العبد أنه يشتري نفسه مني. طب ما أنا اتصرفت فيه، يبقى ده دليل ان انا رجعت فيه، ادي معنى بكتابه. ولو فاسده، يعني ولو كان عقد المكاتبه ده فاسد، ده بحد ذاته يدل على انه اراد ان يتصرف، والرهن اصلا منعه من التصرف، فلما تصرف فيما يملك ولم يمتنع فيه دل على انه عاد في المرهون. فهمت؟ ولو فاسده. وتدبير، او قال له انت حر دبر موتي، بعد ما كان ناوي يرهنه صار عبدا مدبرا، يبقى تصرف فيه برضه ما ينفعش. واضح؟ ادي معنى التدبير. واحبال، عنده امه وله ان يوقعها ويستمتع بها كاستمتاع الرجل بزوجته، ملك يمينه. طيب ما هو لو احبلها امتنع بيعها لانها صارت ام ولد، يبقى صارت مليتها فسدت، والرهن اصلا وثيقه ماليه، فلو احبلها بعد ما كان متفق معاه ان هو هتبقى رهن عنده دليل انه رجع فيه. واضح؟ لانها صارت غير ماليه، غير متمول. ادي معنى واحبال. واعتاق، اعتقه، برضه نفس الحكايه. فمنين اعتقه ومنين هيرهنه؟ واضح؟ كل الحاجات دي تدل على انه رجع فيه. ونحوها، لا بالفعل كالوطء من غير احبال. يبقى ايه؟ يتم الرجوع في المرهون بالقول وبالفعل احيانا، واخد بالك ازاي؟ بالقول كرجعت، وبكتابه ولو فاسده، وتدبير واحبال واعتاق ونحوها، لا بالفعل كالوطء من غير احبال. افرض ان هو الامل اللي هو ناوي يرهنها دي بيستمتع بها استمتاع الرجل بزوجته، لكن بيديها حبوب منع الحمل عشان ما تحملش، يبقى ما يدورش، ما تفسدش عقد الايه، ما تفسدش الرهن، وما يدلش على الرجوع لانها ما زالت ماليه يقدر يبيعها في اي وقت. واضح؟ وتزويج لعبد، او راح مزوجها العبد. فهمت؟ ما هي الامه بتاعته، راح مجوزها لواد عبد تاني من ايه، من العبيد اللي عنده، او عبد واحد جاره، لقوهم بيعاكسوا بعض وبتاع، بدل ما يمشوا في الحرام نجوزهم ونخلص، ويختم موافقة الرسول في الحلال. بتحصل الحاجات دي، كانت زمان ايام العبيد ما كانوا كتير وماشيين في الشوارع وبيخدموا في البيوت وبيحتكوا ببعضهم، كانوا بيضطروا يعملوا حاجات زي دي. فهمت ازاي؟ فقال لما جوزها العبد خلاص ما يجراش حاجه، ما زالت برضه أمته، يقدر يبيعها، ما زالت وثيقه ماليه، فما يدلش على انه ايه رجع فيه. فهمت بقى ازاي؟ يعني في تصرفات واقوال تدل على انه عاد في الرهن،
وفي تصرفات أخرى لا تدل على أنه عاد في الوقت. التصرفات التي تمنع أنها تصير وثيقة مالية كالهبة، واخد بالك إزاي، أو التصرف اللي يخرج ملكيته منه، ده يدل على أنه عاد فيه، والتصرف الذي لا يخرجها من ماليتها لا يدل على أنه عاد فيه. واضح؟ وتزويج لعبد أو أمة، يعني يزوج أمته لعبد أو يزوج عبده لأمة، ولا بموت عاقد. يعني الوقت الرهن أنا هو عاقد أو الرهن، فأنا بعد ما أقبضته أو قبل إقباده وإحنا بنتفق على الرهن وكده مات، ما يدلش ان انا رجعت، لان الموت ممكن ياتي بغته، ما يدلش على الرجوع. يبقى ينصرف العقد للورثه بعد كده ويبقوا هم مسؤولين عن انفاذه. ولا بموت عاقد، ويقوم وارثه مقامه في القبض كذلك. افرض ان كان المرتهن اللي هياخد القبض ده مني مات فجاه، يبقى انا ادي لوارثه الرهن عنده لحد ما ابقى سدد له الدين. واضح؟ في القبض والإقباض، يبقى سواء راهن أو مرتهن، فهمتني إزاي؟ سواء ده مات أو ده مات، يبقى وارثه يحل محل في التصرف. ولا بجنونه، اتجنن أحد العاقلين، اتجنن مش معناه إنه هو خلاص فسد الرهن، لا، يجي وليه يحل محله، ويقوم وليه مقامه في ذلك. ولا بإغمائه، اغموا عليه، واخد جرعة انسولين زيادة واغموا عليه، نقص سكر، لما يفوق نبقى نشوف، بل ننتظر افاقته وان طالت، فان ايس منها فكالمجنون، يبقى اولياء وبقى يتصرف. والخرس بعد الاذن لا يبطل، لو بعد ما اذن ليه انه يقبض الرهن جات له جلطة ففقد النطق، ما يضرش. لكن لو خرست قبل ما يقبضه خلاص بطل. واضح؟ واما قبله فتعتبر اشارته ان كانت. طيب قبله نعمل ايه؟ فقد النطق، له ان يشير اشاره مفهمه بانفاذ العقد، يبقى اشارته تحل محل لفظه. ان كانت والا بطل الرهن، لو فقد القدره على الكلام والاشاره يبقى خلاص بطل الرهن. ولا بإباقي رقيق، ولا يبطل برضو الرهن بإباق رقيق وتخمر عصير. يعني الرقيق هرب، العبد بتاعه هرب، ما يبطلش الرهن لأنه ما زال في ذمته، خد بالك ازاي. طيب وتخمر عصير، العصير تخمر، صار خمرا، واحنا عايزين الرهن ده يبقى وثيقة مالية، والخمر ليست مال عند المسلمين، فيبقى ما ينفع. فهمت ازاي؟ ولا والا بطل الرهن. ولا بإباق رقيق وتخمر عصير، لكن لا يعتد بقبضه الحاجه الخمره دي، ولا العبد الآبق لا يعتد بقبضه حال تخمره، بل يقبض بعد تخلله. ولا يضر الموت ونحوه بعد القبض قطعا، لكن اذا تخمر العصير حينئذ ارتفع حكم الرهن حتى يتخلل، فإن تخلل عاد حكمه من غير صيغة جديدة. قول ما لم يقبضه أو يقبضه، الاثنين صح، بضم الياء من أقبض، وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود على الراهن. ما لم يقبضه الراهن للمرتهن، أدي معنى الكلمة، ما لم يقبضه الراهن للمرتهن، لأن الإقباض من جانبه أو بفتحها ما لم يقبضه من قبض، وعلى هذا فالفعل ضمير يعود على المرتهن، ما لم يقبضه المرتهن. واضح؟ يا إما يقبضه الراهن للمرتهن أو ما لم يقبضه المرتهن. وسلك الشارح الثاني حيث قال أي المرتهن، ليشمل قبض المرتهن بإذن الراهن أو بإقباضه، ولا بد أن يكون عن جهة الرهن، فلو اختلف في قبضه عنه وهو بيد راهن أو مرتهن، وقال الراهن غصبته أو أقبضته لك عن جهة أخرى كوديعة
وعارية صدق الراهن بيمينه. لو حصل خلاف بقى، حصل خلاف يعني ايه؟ يعني اختلفوا في القبض، وما زال واحد قال انا قبضته والتاني قال انا ما قبضتوش، وراحوا للقاضي، القاضي يشوفه هو في ايد مين الحكاية دي، ولما رفعوا القضية عنده المختلف فيه ده في ايد مين؟ في ايد الراهن ولا في ايد المرتهن؟ فهمت؟ تصور معايا حبة حبة، وهو بيد راهن او مرتهن، يا اما كانت في ايد الراهن او في ايد المرتهن، واختلفوا في القبض. كويس؟ وقال الراهن انا ما اقبضتوش، ده هو غصبه مني، ده خطفه، كنت لسه بفكر، ده هو خده كده بالعفو. كويس؟ بيقول كده قدام القاضي. وقال الراهن غصبته او اقبضته لك عن جهة اخرى كوديعة. قال له ده انا مدولك امانة يا عم، امانة تشيلها لحد محتاجها واخدها منك، مش بيقولك رهن خالص، انت اللي فهمت غلط. كل ده قدام القاضي، اختلف. فهم يعمل ايه القاضي؟ كوديعة وعارية صدق الراهن بيمينه، لان احنا عندنا اليقين لا يزول بالشك، قاعدة في الفقه الشافعي. يجي القاضي يحل الازمة دي ازاي؟ تبع قاعدة اليقين لا يزول بالشك. المرهون ده ملك مين؟ ملك الراهن، ملكه لا يزول بالشك، لان الخلاف ده صار فيه شك فانه تصرف فيه وخرج عن تصرفه ولا لم يتصرف، واليقين ان المالك له التصرف، فيبقى يصدق الراهن بيمينه. ليه؟ لان اليقين لا يزول بالشك. فهمت بقى الكلام؟ فهمت ازاي يعمل القاعدة ويخرج من الازمة ويحكم في القضية؟ صدق الراهن بيمينه كما لو اختلف في اصله، زي بالضبط لو اختلفوا في اصله، كان قال رهنتني كذا فانكر، او في قدر اختلف في اصل الرهن، يعني يقول له انت رهنتني البيت، يقول له لا ما رهنتلكش البيت، انا رهنتلك الغيط، اختلفوا في اصله، يصدق برضو الراهن بيمينه. واضح؟ او في قدر مرهون، او اختلفوا في القدر، كان قال رهنتني عبدين فقال بل عبدا واحدا، تاني يقول له رهنتني عبدين، تاني يقول له لا واحد بس، يصدق الراهن بيمينه. كويس؟ او في عينه، اختلفوا في العين في التعيين، كان قال رهنتني هذا العبد، مش اي عبد، هذا العبد، يبقى معينه هنا، فقال لا بل هذا الثوب، رهنتك هذا الثوب مش هذا العبد، اختلفوا في التعيين يعني، يبقى يصدق. كل دي صور يصدق فيها الراهن بيمينه. واضح؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. أو قدر مرهون به، أو اختلفوا في القدر، كأن قال بألفين فقال لا بل بألف، فإنه يصدق الراهن، لأن الأصل براءة الذمة. هنا اختلفوا بقى إيه؟ في القدر الدين، قال بألفين فقال بل بألف، فإنه يصدق الرهن، لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هذا في رهن التبرع. كويس؟ وهو الذي لم يشترط في بيع، لأن الأصل في الصورة الأخيرة دي إيه؟ براءة الذمة. واضح؟ طب افرض إن هو بيتلاوع، حسابه في الآخرة، لكن أنا بتكلم على القاضي هيحكم في إيه؟ القاضي هيحكم بناءً على القواعد دي. لكن افرض في الاخر طلع هو ملاوع وكذاب، ملناش دعوه، ربنا يحاسبه بقى. لكن القاضي عايز يفك النزاع اللي قدامه ويمشي. فهمت ازاي؟ القاضي مش عايز يحط الحق اللي هو يعني ضد الحرام مطلقا، لا، ده بيحق الحق بالبينات والادله، وقد يكون احدهما الحن في بينته من الاخر فيحكم له، ولكن لا يستحل هذا. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رب احدكم يكون الحن من اخيه بالحجه، فاقضي له، فان قضيت له فقد قضيت له بقطعه من النار، يبقى حكم الحاكم لا يحل الحرام، يفضل حرام برضه. واضح؟ لكن حكم الحاكم يرفع النزاع بس، عشان الناس ما تفضلش متخانقه طول عمرها، عشان الناس تلتفت لمصالحها بقى، ما نفضلش ماسكين في خناق بعض كده ونقعد سنين. يبقى القاضي بيقول حل النزاع، خد انت وامشوا بقى وشوفوا مصلحتكم، لكن ممكن اللي هياخدها ده والقاضي حكمله تطلع حرام وتطلع ملك التاني. فهمت ازاي؟ بس التاني ألحن بالحجة،
وضب ورق وجاب شهود زور، عمل اي حاجة، يبقى القاضي يحكم له لكنه حرام ياخدها. واضح؟ ايوه يا سيدي. عنده ايه؟ كشاف يعني ايه؟ هل يحكم القاضي بعلمه؟ ده اسمها سؤال كده. هل يحكم القاضي بعلمه، سواء علمه ده علم كشفي او انه يعلم الحكاية دي قبل ما يبقى قاضي، كان حاضر المناقشات دي قبل ما يبقى قاضي، فهل له يحكم بعلمه او شاف رؤية النبي قال له فلان مظلوم، هل يحكم بعلمه او لا يحكم بعلمه؟ الراجح انه لا يحكم بعلمه، لكن يحكم بالبينة والإقرار ولا يحكم بعلمه. وإلا لو فتحنا هذا الباب لكل قاضي أونطجي يقول لك أصل أنا عارف ده عينيه كدابة ده أونطجي، ما ينفعش، لأن القضاء لازم يكون منضبط. واضح؟ لكن العلم علم كل إنسان غير منضبط، ورؤية كل إنسان غير منضبط، والإنسان في كشفه غير منضبط وغير ضابط، فإزاي أنا أخلي الأحكام القضائية على أشياء غير منضبطة؟ ما ينفعش. واضح يا أستاذ؟ بس لكن الكشف ممكن يفيده إن ده حكمه في الآخرة، يعني يبقى بيحكم له وعارف إن بيحكم له في حاجة حرام عليه ياخدها. واضح؟ بس يبقى الكشف بيبين حكم الآخرة، لكن قضاء القاضي بيبين حكم الدنيا. واضح؟ لأن قد تصح قضاء وتحرم ديانته. يعني لو واحد في زماننا ده متجوز 4 وطلق واحدة، فصار في ذمته 3، وبعد انقضاء عدة الرابعة، لأن هنا يبقى ليه عدة، ما ينفعش يتجوز الرابعة بعد ما يطلق واحدة في يوم إلا لما تنقضي عدتها لو طلقة رجعية، فبعد انقضاء عدتها اتجوز واحدة تانية وهو لم يوثق الطلاق، زواجه التاني صحيح ديانة وباطل قضاء، يبقى بحكم القضاء اسمه زاني مجرم عمل مخالفة، لأن القاضي ليه استساق الطلاق والزواج، ليه الأوراق. فهمتني بقى ازاي؟ علشان كده قد يختلف القضاء عن الديانة، القضاء حاجة والديانة حاجة، القاضي ليه أوراق وليه مستندات. واضح؟ بس فلازم توفي المستندات عشان قد يعرف يحكم. وعشان كده رب يكون احدكم الحن بحجتي فاحكم له، فان حكمت له بما ليس له فقد حكمت له بقطعه من النار. حتى قضاء النبي في اعلى من قضاء النبي، قضاء دل على ان النبي في قضائه لا يحكم بعلمه، لان لو كان بعلمه علم الوحي مش هيحل الحلال الحرام، يبقى النبي بيحكم بالقرائن. رب يكون احدكم الحن بحجته، يبقى هنا لا يجوز ان يقضي بعلمه، ولو قضى بعلمه لكان اولى الناس النبي. واضح؟ فهمت بقى؟ بس ايوه. لانه في حال تخمره ما ينفعش يبقى وثيقه ماليه، لان لا يجوز بيع الخمر، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، هل يجوز ان تبيع الخمر؟ يبقى ما ينفعش اقبضه العصير وهو متخمر واقول له ده رهن وان شاء الله بعد في خلال كام شهر هيبقى عصير ما تقلقش، واحنا اصلا الدين هيحل بعد 6 شهور. ما ينفعش ده، لا يحل قبضه حال تخمره. ايوه. ايوه علشان يصير له ماليه، لأن لازم الرهن يبقى وثيقة مالية. لا يجوز، افرض هو تخمر وهيتخلل بعد فترة وأنا فضلت مخزنه عشان لما يصير خل أبيعه. فهمتني ازاي؟ بدل ما أضيع ماليته خالص وأرميه. يجوز لي إن أنا أبقي عليه بنية تخليله أن يتخلل بذاته، ولكن لا يجوز لي بيعه وهو خمر. واضح؟ بس لأنه ليس مال. لا، هو قبضه مني وهو عصير، يصح القبض لأنه هو عصير مال، فتخمر عنده ما يبطلش الرهن، يفضل عنده بقى لما يبقى يتخلل. واخد بالك ازاي؟ بس فهمت الفرق بقى؟ المهم حال الإقباض
يبقى وثيقة مالية، والخمر ليس وثيقة مالية. واضح؟ لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتين هنا، هذا كله في رهن التبرع، وهو الذي لم يشترط في بيع، فإن اختلف في شيء مما مر في الرهن المشروط في البيع أو اختلف في اشتراطه تحالف كما في صور الاختلاف في البيع. ما إذا اختلف البيعان يروح عند القاضي إيه؟ يتحالف. كويس؟ لو تحالف يفسخ العقد. يعني البائع يقول والله أنا بعت له كذا، والتاني يقول والله أنا ما اشتريت. اختلفوا والاثنين حلفوا قدام القاضي، يعمل ايه القاضي؟ يقول له خلاص ما فيش عقد بينكم، كل واحد ياخد حاجته، خد انت الثمن في جيبك المشتري وخد انت المبيع بتاعك، بيع الغير. لما يتحالفوا الاثنين تساقطا. واضح؟ كما في صور الاختلاف في البيع، الا في صورة الاختلاف في اصل الرهن فانه يصدق الراهن ولو ادعى انه اصل الرهن. بس يصدق الراهن ليه؟ لان هو اصلا المالك، والملك لا يزول بايه؟ بالشك، لانه ما زال في يده في اصله. ولو ادعى انهما رهناه عبدهما بمئة وصدقه احدهما وكذبه الاخر، فنصيب الاول رهن بخمسين مؤاخذة له باقراره، وحلف الآخر وتقبل شهادة الأول عليه لخلوه عن التهمة، ولو كان عليه ألفان مثلا بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيميني لأنه أعلم بقصدي وكيفية أدائه، فإن لم ينوي شيئا جعله عما شاء منهما، يعني عن الدين أو عن الرهن. ومن هذا يعلم أنه لو اقترض شيئا ونظر للمقرض كذا ما دام المال أو شيء منه في ذمته ثم دفع له شيئا ولو من غير جنس الدين وقال قصدت به الأصل صدق، فيسقط الأصل وما وجب بالنذر دين آخر. يعني نذر في ذمته أنه هيدي للمرتهن شيء معين، مبلغ معين. كويس؟ يجب ما في ذمته من دين من رهن، ولكن يجب عليه أنه يؤدي إيه؟ الدين الاول حتى يفك الرهن بتاعه. يبقى لازم نفصل بين الدين، يعني ما اقسمش النذر من الرهن، من الدين اللي هو عليه الرهن، يعني ادي ده له حكم وده له حكم، واخد بالك ازاي؟ بس ما اقسمش ده من ده، لان ده حاجه وده حاجه. فان قبض اي المرتهن، وهذا مفهوم قول المصنف، ما لم يقبضه ولا بد من اذن الراهن او اقباضه، ولكل من الراهن والمرتهن إنابة غيره في الإقباض والقبض. يعني ممكن إن أنا أنيب غيري وأنا راهن، أخلي ابني هو اللي يروح يسلمه وهو يبعت السكرتير بتاعه يستلم الرهن، يعني أنا أنيب واحد والتاني ينيب واحد، يجوز في الإقباض والقبض ما لم يلزم اتحاد القابض والمقبض، فيمتنع على المرتهن إنابة مقبض من راهن أو نائبه. كان يقول المرتهن للراهن أو نائبي أنبتك عني في القبض. يجي المرتهن يقول له خلاص يا سيدي انت مش هترهن العربيه، خلاص طول ما هي في ايدك كانها في ايدي، انا ابتك عن ما ينفعش، لان ابقى انا راهن وابقى انا اللي قابض الرهن مكان المرتهن ما ينفعش. واضح؟ وقوله مما يصح اقباده، مين اللي يصح اقباده؟ لازم اما ابعت ابني او السكرتير بتاعي لازم يبقى بالغ وعاقل ورشيد. ما ابعتش ابني اللي في كي جي 1 اقول له قبضه مش عارف ما ينفعش، لأنه غير بالغ وغير رشيد، لازم يبقى بالغ ورشيد، بخلاف الصبي والمجنون والسفيه. وقوله لازم الرهن أي من جهة الراهن فقط فلا ينافي، يبقى الرهن يلزم من جهة الراهن، لكن المرتهن في أي وقت ممكن يقول له أنا مستأمنك يا عم مش عايز حاجة ترهنها عندي، خد حاجتك وبس تبقى اديني الدين في ميعاد، يبقى ممكن المرتهن يتنازل في أي وقت لأنه ده عقد جائز في حقه، ده استثاق لنفسه. افرض أنا مش عايز استوثق، انا هقبل ذمته وخلاص ليا ان انا ارجع فيه كمرتهن، لكن هو يلزم الراهن، يبقى لازم من جهه الراهن وجائز من جهه المرتهن. فهم؟ ويلزم من جهه الراهن بالاقباض في الديون اللي استقرت في الذمه. واضح؟ ويكون جائز من جهه المرتهن انه يقبله او لا يقبله، ما فيهاش حاجه.
مش واجب عليه، مش ملزم ان هو لازم يقبل الرد، واضح؟ فلا ينافي انه جائز من جهة المرتهن مطلقا، فلا يلزم في حق الراهن الا بالقبض فقط، انه يقبضه يعني. قول وامتنع على الراهن الرجوع فيه، يبقى ده عقد ملزم، مش عقد فيه ايه اختياري، لا ده عقد ملزم، طالما الراهن اقبضه صار عقد ملزم، ما اقدرش ان انا ارجع في كلامي بقى. عقد في اليد، ايوه. ايوه، يبقى ما بقاش برهن بقى، لا مش سلم، هيبقى بيع بالاجل، بيع بالاجل، يعني انا خدت منك البضاعه وما دفعت لكش الثمن، فبحط لك عندك رهن مقابل لما اجيب لك الثمن، انت قلت لي لا انا قابل ذمتك، خلي رهنك معاك وحاجتك معاك، بس بقى يبقى اسمه بيع بالاجل، فهمت؟ بس مش ربنا بيقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، يعني قال لك فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا يبقى يا إما ترهن يا إما تستأمنه، الآية كده بتخيرك، يا إما ترهن يا إما تستأمنه، فاستأمنته خلاص. أيوة اتفضل. الرشيد اللي هو يعني يعرف مصلحته، ليس كل عاقل رشيد، لأن العقل يقصد به التمييز، والرشد يقصد به الحكمة، واضح؟ ليس كل مميز حكيم، مش في ناس تلاقيه كبار كده وبتاع لكنه مش حكيم في تصرفاته، متسرع ويندم وكده عجول، يبقى ده مش رشيد، لكنه عاقل، تجوز إمامته ولكن لا يصح تصرفاته، لكن إمامته تصح في الصلاة، يخطب بنا الجمعة مفيش مانع، يبقى راجل طيب مفيش مانع، ادعي لنا مفيش مانع، لكن ما ينفعش يتصرف لأنه ما عندوش الرشادة. الرشد هو معرفة المصلحة، واخد بالك أين تكون، يسموه واعي بلغة المصريين، يقول ده راجل واعي، فهمت؟ اللغة العامية بتاعتنا الدرجة يقول ده راجل واعي، فاهم يحط القرش فين، واخد بالك؟ ده اسمه الرشيد. اللي هم حددوا له سن، يعني حددوا له سن الوقت في القانون المصري بتاعنا، قال لك 21 سنة، لكن هو قبل ال 21 سنة مش عاقل؟ ما هو عاقل بس مش رشيد، لأنه لسه بقى في تهور الشباب، ما عندوش خبرة في الدنيا، ممكن يتسرع يندم، فهمت؟ إنما عند بعد ال 21 سنة خلاص بقى رشيد، عنده خبرة كافية وشاف الدنيا واتقلب فيها وفتح. بخلاف الصبي مقابل البالغ، والمجنون مقابل العاقل، والسفيه مقابل الرشيد، يسموه لف ايه؟ يسموه لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. قال لك ايه؟ البالغ العاقل الرشيد بخلاف الصبي، تعود على الايه؟ على البالغ، عكس البالغ يعني، والمجنون عكس العاقل، والسفيه عكس الرشيد، يسموه لف ونشر مرتب، واضح؟ ساعات يبقى لف ونشر مقلوب احيانا، مش كده برضه؟ زي مثلا ايه في القران؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت، ابتدى بالاسود، يبقى يسموه لف ونشر مقلوب، مش كده برضه؟ واحيانا يقول ومن اياته ان جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل، يبقى لف ونشر مرتب، لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضل يعني في النهار، فجابهم بترتيب ذكرهم، يبقى قد يراعى اللف والنشر المرتب وقد يكون غير مرتب، يعني يسموه مقلوب، والاثنين بليغ والاثنين جاء بها القرآن، واضح؟ زي على تفسير علماء الظاهر لتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، بالله هو مذكورة ورسوله، وتعزروه يعني رسول، وتوقروه يعني رسول، وتسبحوه يعني الله بكرة وأصيلا، فهمتني بقى؟ فهمت يا أستاذ؟ والأولياء بيقول لك يجوز إن الثلاثة تبقى تعود على النبي، والتسبيح المتعلق بالنبي أي تنزيهه عن أن يكون مشابه
لغيره من الخلق، لأنه ليس كسائر الخلق، ده الأولي. وعلماء الظاهر يقولوا الكلام اللي قلتولك في الأول، والاثنين صحيح، لكل وجهة هو موليه، فاستبقوا الخيرات. فهمت يا أستاذ؟ ففي الحاجات دي يعني جاءت في القرآن كتير لما تمر عليك، لأن التسبيح معنى التنزيه، والنبي منزه عن كل نقص فهو كامل، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فقال لك تسبحوا حتى لو في امتاع النبي تجوز بهذا المعنى، لكن كم لا يستسيغ هذا المعنى بعض علماء الظاهر لانغمسهم في ايه؟ في ظاهر الاحكام، لكن التانيين لهم الاشارات. يبقى القران جاء بالاشارات للاولياء، وجاء بالعبارات لعلماء الظاهر، وكل له شرب معلوم، وكل رب العالمين بيكلم كل العقول وكل القلوب وكل الوجدانيات. ودي اعجاز القران، ان كل ياخذ مشربه من الايه، وتفضل ايه واحده وصحيحه لكل المشارب، وده اعجاز، ده مش كلام بشر، ده كلام رب العالمين. الأولياء بيقولوا على العلماء بتوع أهل الذر، بيقولوا عيوم العوام. أيوه، أهل الحديث وأهل الفقه والمجتهدين، يقول لك العوام، قال العوام، سموهم العوام، ليه؟ لأنهم حصرهم الحس، حصرهم الحس. وهم مطلوبون في شرع الله لضبط الأحكام، فهم يؤدوا وظيفة مهمة. مش معنى كده أنهم بيحتقروهم، لأ. لأ، ده هم بيحبوهم لأنهم مهمين لضبط الشريعة والولي. للربط بين الشريعة والحقيقة. فهمت؟ فده بيؤدي وظيفة وده بيؤدي وظيفة. فالأمة كاملة. الأمة كاملة. كاملة بعلمائها بأوليائها كده يكملوا بعض. واضح؟ لو كلها أولياء مش هتنفع، ولو كلها علماء ظاهر مش هينفعوا، ولو كلها جهلة يهلكوا. واضح؟ لكن هي أمة كاملة كده. حلوة. أمة النبي حلوة كده، على بعضها كده. وعشان كده أول ما تلاقي نفسك نظرت بهذه النظرة، تقوم تلاقي أمة المسلمين كلهم دخلوا قلبك وحبتهم كلهم. حتى العاصي بيؤدي وظيفة، حتى العاصي بيؤدي وظيفة، بيكرهك في المعصية، لما تشوف شؤمها عليه بيكرهك في المعصية. يبقى فادك ولا ما فادكش؟ تقوم تحرم تعمل زيه. يبقى نصحك ولا ما نصحكش؟ نصحك بفعله الخطأ، مش كده برضو؟ والعاصي بيبين لك حلم الله بيه، فتقوم تحب ربنا، تقول يا ده ربنا جميل قوي، شوف قد ايه بيعصى وقادر، او برضه بيرزقه برضه بستره، وبرضه يا سلام على جمال ربنا وعظمه ربنا، تقوم يحببك في ربنا ويعلمك من خلال معصيته كمان انك انت ازاي تستره، وازاي تنصحه، وازاي تشفق عليه، وازاي تدعو له. فبيعلمك كمان، وبيعلمك حاجه ثالثه، انك انت كمان ما تتكبرش عليه، والا تبقى متكبر معتمد على عملك مش معتمد على فضل الله، او انا افضل منه، انا بعمل وهو ما بيعملش. لا، ولا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقى. فشفت وجود العاصي في امه النبي مهم ازاي، بيكملها، من غيره مش هيكملها. مش معنى كده بقول لك روح اعصى، لا، لكن انا بقول لك انظر للامور بالنظره العامه، واخد بالك ازاي؟ ان الله سبحانه وتعالى في اكوانه لا يفعل الا امور فيها حكمه. واضح؟ بس. وقول ممن يصح اقباده، اي هو البالغ العاقل الرشيد بخلاف الصبي والمجنون والسفيه. وقول لازم الرهن، اي من جهه الراهن فقط، فلا ينافي انه جائز من جهه المرتهن مطلقا، فلا يلزم في حق الراهن الا بالقبض. قول وامتنع على الراهن الرجوع فيه، عطف لازم على ملزوم، لأنه يلزم من لزوم امتناع الرجوع فيه، فلا يصح منه تصرف يزيل الملك. يبقى طالما قلنا أن الراهن لا يرجع في رهنه، يبقى معناه ما ينفعش يبيع الرهن بتاعه وهو في إيد المرتهن، ولا يوقفه، ولا يعني ينذر لأحد، ولا يهب لأحد، يمنعه من كل التصرفات، لأنه صار لازما في حقه. فهمتني إزاي؟ فلا يصح منه تصرف يزيل الملك كالوقف، أو تصرف ينقصه، ينقص قيمته، كالتزويج والإجارة، كالتزويج والإجارة. لما يجوز الجارية وهي مرهونة هيقل قيمتها. فهمتني إزاي؟ يبقى ما يجوزهاش، ما يصرفش، طالما رهنها ما يجوزهاش حد دلوقتي، يصبر بقى لما يفك رهنيتها يبقى يجوزها. والإجارة، أنا رهنت له الشقة
والشقه دي لما يسكنها هي بتشطبها تشطيب سوبر لوكس، ما ينفعش ان انا فتره الرهن اجرها لان ايجارها هيقلل قيمتها، هيستهلك التشطيبات اللي فيها، بحيث لو عرضتها للبيع وهي متشطبه مش مستعمله هتبقى قيمتها 400,000 جنيه، لكن لو هي متشطبه ومستعمله هيعاد تشطيبها هيقل قيمتها 60 70,000 جنيه، لان اللي هياخدها هيشطبها تشطيب جديد، يبقى الإيجارة قد يؤدي إلى إنقاص القيمة، يبقى ما ينفعش برضو أبدا. فهمت؟ واضح الكلام؟ فهمت كلام المشايخ؟ أيوه. يبقى ما تنفعش تبقى دي رهن، دور على حاجة تانية. ها؟ ما هو ما ينفعش تصرفه ده في وقت الرهن، إلا بإذن المرتهن. كل الحاجات دي تجوز على فكرة، اللي بنقولها لا يصح إلا لو استأذن المرتهن، ممكن أعمل ده؟ قال له ممكن. خلاص، لانه ممكن المرتهن اصلا يدي لك الرهن ويقول لك امانه انا مستامنك. فهمت؟ يبقى الحاجات دي لا تجوز الا باذن المرتهن. يبقى المرتهن ده كانه عمل نوع من الحجر عليك، فلا تستطيع ان تتصرف فيما تملكه وهو في يده الا باذنه. واضح؟ فلو لم ياذن ما ينفعش تاجرها. واضح؟ والاعاره برضه ما ينفعش تعيرها وهي مرهونه. إن كان الدين حالا أو يحل قبل انقضاء مدتهما، الإيجار والإعارة. لو كان هيحل الدين قبل بعد انقضاء الإيجار، والإيجارة لا تنقص قيمتها، يبقى يجوز إنك تأجر. فهمتني إزاي؟ لو كان الإيجارة لا تنقص قيمتها ويحل الدين مش وقت الإيجار، بعد انتهاء الإيجارة، يبقى يجوز. واضح؟ لأن يجوز للراهن أن ينتفع بمرهونه وهو في يد مرتهن لأنه مالكه، له ركوب دبته وله أنه ياخذ النتاج اللي فيها والزيادة واللبن بتاعها وكل حاجة، والغيط بتاعه اللي هو راهنه له أنه يزرعه ويقلعه وياخذ منه بتاعه ويبيعه ويشتري، لكن هو راهن أنه ما يقدرش يبيعه، لكن مش راهن أنه ما يستفيدش بيه، لا، ما هو ملكه يستفيد بيه. فهمت؟ وليس لراهن مقبض رهن المرهون لغير المرتهن ولا له بدين اخر لانه مشغول. ما ينفعش ابقى انا راهن الغيط ده واروح اشتري من واحد تاني وارهن نفس الغيط عند التاني وهو مرهون عند واحد، ما ينفعش. واضح؟ وكذلك ما ينفعش ان انا راهن الغيط ده او الارض، قطعه الارض دي، مقابل دين معين وبعدين اشتري منه حاجه تانية وما اديلوش ثمنها واقول له ايه بالرهن القديم دخل ده فيه، ما ينفعش برضه، لان المشغول لا يشغل، لان المرهون مشغول بالدين الاول فما تشغلوش بدين جديد. واضح؟ والمشغول لا يشغل بخلاف الرهن، فهو الرهن بالدين الواحد لانه شغل فارغ. ولذلك قال ابن الوردي عمل يعني منظومة في فقه الشافعية قايل فيها ايه؟ والرهن فوق الرهن زد بالدين، لا الدين فوق الدين بالرهين. والرهن فوق الرهن زد بالدين، يعني ممكن ارهن فوق الرهن، كويس، اذا زاد الدين، لا الدين فوق الدين بنفس المرهون، ما ينفعش. فهمت بقى ازاي؟ حطها لك في بداية الشعر. لا، الشقة لما تزيد وهي في ايده انا ماليش دعوة، انا بتكلم في الدين، في الدين نفسه. يعني انا واخد منه حاجة بنص مليون جنيه فراهن عنده شقة بمليون جنيه، كويس، ما ينفعش ان انا اخد منه حاجة تاني دين تاني واقول له ما انت عندك الشقة. فهمتني ازاي؟ لان الشقة مشغولة بالرهن الاول، وقد يكون عند بيعها ما تجيبش المليون اصلا، لان ليس كل شيء قيمته كذا، لما تبيعه بتاخد قيمته، لان مساله عرض وطلب، فهو الاول يضمن الدين بتاعه الاولاني، فانت ما تشغلش الرهن الاولاني الدين جديد. فهم؟ وليس له وطء لخوف الحبل في من تحبل، وحسما للباب في غيرها. برضه لما تبقى الامه بتاعته اللي هو اصلا كان بيستمتع بها بقت مرهونه ومفيش وسائل منع حمل وهي في سن ممكن تحمل، يبقى ليس له وطأة،
لأنها ممكن تحمل وتخرج من ماليتها. ويمتنع عليه التقبيل ونحوه إن جر لوطأ، وإلا فلا، اللي هي مقدمات الجماعية، وإلا فلا. وبحث الأزرعي أنه طب افرض خاف الزنا وما حلتوش إلا دي ومش عارف يتجوز مثلا، ده الأزرعي بقى بيحطها مسألة يعني بيحبكها. طيب، وبحث الأزرعي أنه لو خاف الزنا لو لم يطأ جاز له الوطأ لاضطراره إليه، ويمتنع عليه الاعتاق، ولا ينفذ شيء من هذه التصرفات إلا اعتاق موسر وإيلادي. أي تصرف من التصرفات دي تنفذ إمتى؟ لما يبقى موسر معانا فلوس، أديله الدين بتاعه واتصرف في مالي زي ما أنا عايز، مش كده برضه؟ خلاص يبقى فكيت الرهنية، طالما موسر يقدر يفك الرهنية ويتصرف زي ما هو عايز في مالي، كويس؟ وإيلادي، وتلزمه القيمة، وتكون رهنا مكان الأصل، ولو قبل قبضها من غير تجديد عقد لقيامها مقامه. والولد الحاصل من وطء الراهن حر نسيب، لأن هي من ملكه منسوب ليه، ولا يغرم قيمته برضه لأنه أصلا لا يباع. وأما المعسر اللي هو ما عندوش يقدر يفك الرهنية يعني، فلا ينفذ اعتاقه ولو انفك الرهن، لأنه قول، فإذا رد لغى حالا ومآلا. لا ينفذ اعتاقه يعني لو اعتق قبل ان يفك الرهنيه وهو معسر، وبعدين بعد ما اعتق وهو معسر قلنا العتق ده لا يجوز، ربنا فرجها عليه وجاله الفلوس سدد، يبقى العتق ينفذ. احنا قلنا لو قلنا له انه لا ينفذ حالا يبقى لا ينفذ مآلا، لما نقول له لا العتق لا ينفذ، يرجع لك عبد تاني عايز تعتقه تاني اعتقه تاني، واضح؟ فلا ينفذ حالا ولا مآلا، واضح؟ فإذا رد لغى حالا ومآلا، ولا ينفذ إيلاده حالا، في فإن انفك الرهن بغير البيع أو بالبيع ثم عاد في ملك الراهن نفذ، لأنه فعل لا يمكن رده. فإن انفك الرهن بغير البيع أو بالبيع ثم عاد في ملك الراهن، لو انفك بقى البيع، الرهن انفك، يا إما ببيع المرهون أو بالأداء أو بغير البيع، كويس؟ ولما باعوا المرهون ده وسددوا الدين، رحت أنا اشتريته تاني فصرف ملكي تاني، واضح؟ فعاد إلي نفذ، لأنه فعل لا يمكن رده، وإنما منع من نفوذه مانع، فإذا زال المانع ثبت حكمه، يعني ينفذ بعد كده تصرفاته لما يعود إليه. وللراهن المالك انتفاع بالمرهون، يعني المالك ينتفع بالمرهون، مش المرتهن ينتفع بالمرهون، لأنه لو انتفع بالمرهون كأنه كل دين جر نفع فوارد، واضح؟ لينتفع المالك. وللراهن المالك انتفاع بالمرهون لا ينقصه كركوب وسكنى، لا بناء وغرس وغراس، ثم إن أمكن بلا استرداد كخياطة وكتابة، يعني إن أمكن الانتفاع بلا استرداد، يعني تنتفع بحاجة بلا استرداد بحيث ما تعرفش تردها على حالها، كنت أنا راهن عنده قطعة قماش خيطتها ما قدرش رجع له قماش بقى، وكتابة، كنت راهن عنده عبد وكتبته لم يسترد، وإلا استرد ويشهد عليه في أول استرداده، أي إن اتهمه. ولو أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تفريط لم يضمنه، وله بإذن المرتهن ما منعناه منه. يعني لو أخذ الراهن المرهون للانتفاع به، الانتفاع الجائز، فهلك الرهن في ايدي وهو ملكي وانا بنتفع بيه، كويس؟ بغير تفريط ما اضمنوش، لكن اضمن الدين نفسه، ما اضمنش الرهن، لان الرهن يعني تلف وهو في ايدي وانا ملكه، يبقى اضمن له اجيب له رهن غيره، لكن انا ما اضمنش ثمنه ليه. عادي بقى، يبقى في الحاله دي طبعا لو طلب المرهون يبقى تاخد رهن غيره مكانه، لكن ما تطلبوش بقيمة اللي تلف. لو ما فيش بقى
تتقاضى بقى معاه، شوف القاضي يتصرف يعمل ايه، يعمل عليه بقى حجر فلس، يعمل اي حاجه. انما ذمته لا تبرأ من الدين. ما تبرأش بالدين ليه؟ لانه التاني لسه ما خدش فلوس. يعني انا راهن عنده الجمل بتاعي، لكن انا طول النهار بركب الجمل، كان الجمل معدي ازلقان القطر، فراح القطر دهس الجمل، لان دلوقتي الاطارات بتهدس الناس، حتى الجمال بتدهسهم، والتوك توك وكله، حتى حادثه النهارده يقول لك قطر دهس توك توك، انا كنت راهن التوك توك فراح القطر دهسه. يبقى وانا كنت بستعمله لان انا اللي املكه، يبقى اجيب له رهن جديد، لكن ما املكش، ما يملكش عليا يقول لي اديني ثمن التوك توك. اديه لك ايه؟ ده انا بيني وبينك الدين، ادي لك الدين او حاجه مقابل ليه غيره. واضح؟ ولو وله باذن المرتهن ما منعناه منه. ولو المرتهن بقى الحاجات اللي قلنا ممنوع يعملها، لو اذن له المرتهي يعملها. واضح؟ كل اللي قلنا ممنوع ده ما لم ياذن، لكن لو اذن المرتهن انا عايز اوقفها يقول لك اوقفه، عايز اديه لابن عمي هديه عشان بيتجوز اديله، عايز ابيعه واروح احج يقول له روح تصرف. يبقى يجيز اي حاجه ممنوعه يجيزها باذن المرتهن، لان المرتهن اصلا ما هو الا نوع من الحجر، حجر عليه، فله ان يمنع الحجر ده بالاذن. واضح؟ كوطئ وتصرف، ولو رجوع عن الاذن قبل التصرف، وله رجوع عن الاذن قبل التصرف. يعني افرض ان المرتهن قال لي خلاص يا عم احنا بينا وبيننا امانه، وحبيت تاخد الرهن اللي عندي اهو ملكك، اتصرف فيه زي ما انت عايز. كويس؟ وبعدين انت نازل في الطريق رايح تستلمه وتاخده من عنده، ففي الطريق كلمك على محمول قال لك، قال له انا غيرت رايي. يبقى له ان يعود في رايه قبل القبض. زي بالظبط ان الموكل له ان يعود في وكالته قبل التصرف. قبل التصرف. واضح؟ وله رجوع عن الاذن قبل التصرف، كما للموكل عزل الوكيل قبل التصرف. فإن تصرف بعد رجوعه لغى، كتصرف وكيل عزله موكله، يبقى تصرفه ده يلغى. لو تصرف بعد الرجوع يبقى يلغى، كتصرف الوكيل بعد ايه؟ رجوع موكله، بعد عزله موكله. ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة. يعني انا دلوقتي شايل عنده العبد بتاعي، مرهون عنده، العبد بتاعي عيان، ما يمنعنيش ان انا اوديه للدكتور وان انا اعمل له الجراحه واحافظ عليه واصرف عليه. شو يقول لي لا رهن عندي. طب ازاي ده هتنفجر في بطنه يا عمي، الواد عنده مغص طول الليل ما نامش، هنوديه المستشفى يعمل عمليه وبعد ما يخف اجيبه لك تاني. ما يمنعنيش بقى من اداء مصلحه للمرهون. فهمتني ازاي؟ مش يحجر عليا ويقرفني. ايوه. لا تديله ال 100 جنيه بتاعته بس، هو اللي ضيع الموبايل. هو انت خد هو الفلوس، انت اللي ضيعت الموبايل، ضيعته بتقصير ولا بغير تقصير؟ لو بغير تقصير تبقى ايدك في ايد امان مش ايد ضمان. يبقى انت، يبقى هو خلاص نصيبه كده، زي ما ضاع منك كان هيضيع منه، ويبقى تديله تاخد منه ال 100 بس. واخد بالك؟ قضاء وقدر، كانه ضاع منه هو نفسه. لو بتقصير خدته انت ورحت حطيته مثلا ايه على الترابيزه اللي بتاكل فيها في المطعم ونسيته ومشيت، يبقى ده تقصير منك، يبقى تضمن ده ثمنه قيمته زائد ال 100 كمان. تاخد منه ال 100 بس مش خصما. ده حاجه وده حاجه. تدي له ثمن الموبايل وهو يديك ال 100. واضح؟ يجوز بالاتفاق طالما بالاذن وماشي خلاص. ده يجوز انك تلغي الرهن هي خالص من جهه المرتهن. فهمتني؟ يعني ممكن تقول له خلاص خد يا عم انت ايه وتصرف فيه وانا ضمنك. واخد بالك؟ ما يجراش حاجه طالما باذنه خلاص. يبقى ايه؟ ولا يمنع الراهن، ولا يمنع الراهن من مصلحه المرهون كفصد وحجامه. وعلى الراهن المالك مؤنه المرهون. لو كان المرهون ده بيحتاج نفقه، اكل وشرب وسكنه وكسوه، عليا انا لان انا اللي املكه. فهمتني ازاي؟ يبقى عليا.
طب افرض ان المرتهن قال لك انا هستعمله، نقول له خلاص عليك اكله ومؤنته بقدر استعماله، بقدر استعماله، فما زاد يرجعه للمالك. وعلى الراهن المالك مؤنة المرهون كنفقة رقيق وعلف دابة. فإن كان الراهن غير مالك بأن كان المرهون مستعارا للرهن، فمؤنته على مالكه لا على الراهن. آه جدعانة بقى، يعني أنا اشتريت منك حاجة ب50,000 جنيه وأنت مش عايز تدهاني إلا لما أديك الفلوس كاش أو تسيب لي رهن، أنا ما عنديش رهن. رحت اتصلت بواحد صاحبي قلت له بقول لك إيه، أنا ممكن تديني العربية بتاعتك بس أرهنها لحد ما يجيلي الفلوس، بس أنا باعت حوالي هتجيلي في خلال شهر. يبقى أنت الرهن هنا أنت ما تملكوش، ده اللي يملكه واحد تالت متبرع اسمه ضامن. فهمتني إزاي؟ دي صورة تانية، يصح الصورة دي. فإن كان الراهن غير مالك بأن كان المرهون مستعار للرهن، فهمت؟ فمؤنته على مين بقى؟ على المالك، مش عليا برضه ولا على المرتهن، على المالك الأصلي اللي هو صاحبي. واضح؟ يعني ايه، خد العربية دي، والعربية دي وقت الصيانة حل بتاعها، وقت الصيانة بيقول لك عند الكيلو كذا توديها التوكيل، قام وديها التوكيل قالوا له الصيانة ده تكلفة الصيانة 4,000 جنيه، على مين؟ على المالك اللي هو صاحب السيارة الأصلي، ماليش دعوة. فهمتني ازاي؟ ولا على المرتهن. والرهن وضعه على الأمانة، نقف عند الحتة دي. أيوة اتفضل. وامتنع على الراهن، الراهن إلا بإذن المرتهن. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، لكن إن أقبضه لا يصح الرجوع فيه. يبقى هناك هنا ما لم يقبضه هناك، ما أنت لازم تقرأ العبارة كلها كاملة. يعني هناك لما أقول لك لا يعني لا يصح الرجوع فيه، يعني بعد الإقباض، ولما قال له يصح الرجوع فيه يعني قبل الإقباض. فاهم؟ مقيدة بكده. بس فسخ العقد البيع اصلا، يعني انا كنت هشتري منك بضاعه وحرهن الحاجه الفلانيه دي، فسخنا البيع ده خالص، يبقى خلاص نرجع كل حاجه لمكانها. فاهم؟ المقابل كان ممكن للراجل ان هو ينتج دون احباب او يزوج الامل. ايوه. في المساله الثانيه قال لك لا يجوز له ان يتصرف بتصرف يعني. يعني يبقى هنا نفهم ان هي كانت باذنه، او ان التصرف الاولاني ده كان لا ينقص قيمته. ما هو بيدي لك امثله، اصل قد يكون التصرف ده ينقص القيمه في زمن ولا ينقص القيمه في زمن اخر. قد يكون مثلا في زمن ان الامه دي المزوجه سعرها اعلى من الامه الغير مزوجه في سوق من الاسواق، في بلد من البلاد، في زمن من السنين، لان المزوجه مجربه حملت وعرفنا انها سليمه مش عاقر، فدي ميزه. مش كده؟ ممكن واحد بيطلب واحده كده، واخد بقى، انما الثانيه اللي مش مزوجه دي ما نعرفش هتطلع مقلب ولا تطلع ايه. فهمت؟ فقد يكون المزوجه في بعض البلدان تكون قيمتها اعلى، فان كان التصرف لا ينقصها يمشي. فهمتني ازاي؟ فهي بيدي لك صور بس، مش على سبيل الالزام، ده على سبيل تربيه الحس الفقهي والملكه الفقهيه، بحيث انك انت لا تلتزم بهذه الصوره ذاتها لانها قد لا توجد في عصرك، لكن بتلتزم بفحواها ومعناها. فهمتني ازاي؟ بس ادي كل الحكايه. ما يضرش. دي وقت السداد وما سددش العميل. بتباع. تباع واخد فلوس ولا لا؟ لا، بتاخد نصيبك وتدي له الباقي. طب افرض بيعت باقل من نصيبك لان كانت البضائع راكده. بتاخد المتاح. متاح. بيعت بنصف ايه؟ بنصف القيمه. يبقى خلاص هو اللي قدر يسدده مستقيم خلاص، لانه فلس خلاص، فلس ثلاث ارباع القيمه، تاخد ثلاث ارباع وتبرأ ذمته لانه خلاص عجز. مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتخانقوا الاثنين قال له ضع عنه الشك واقضيه، خلاص معسر، هيعمل ايه؟ والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.